عسليمة عسليمة، تحكي عربية؟ ايه انا من جندوبة، انا عارف انتي. ايش شومي عارف انا؟ انا من وين تعرف انا؟ انا في واحدة صديقتي اسمك ليلى، هو كل واحدة تونسية مهبولة اسمك كوبرا. كون قتلك هذه ليلى اني مهبولة؟ يقول انت مهبولة يا بنت، شبيك انت مهبولة انت؟ استنى استنى حبس غادي لا ليلى هي اني مهبولة ليلى انت لبنانية؟ انا لي انا جندوبي من جندوبة. ما احلى جنيدبة والله. ودي دي 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 دي. ايش شومي انت تونسي بالطابع ما شاء الله عليك. ليه يا بنت شبيك انت؟ انا مانيش تونسي، انا جندوبي. انت شو فكر جندوبي هايب؟ الفرق ما بين جندوبه وتونس مش فاهما. انا عارف جندوبه، بس انت فكر جندوبي هايب. بالله مانيش خايب. اوكي شو قال جندوبه خايب؟ الله خير. لا انت فكر كذا، انت فكر كذا يعني جندوبي هايب. دخلت في نيتي معناه انت؟ ايه انت دخلت في نيتي. انا نفكر كذا. صلي على النبي، جندوبه عز الناس. اش بيك اخويا جندوبه؟ الناس من جندوبه مانيش خايب. اوكي انت تفكر، انت عندك تفكير مهسس على جندوبه. علاش اخترت جندوبه بالذات؟ هي مهسس والله. تتمسخره. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ انا اسمك عيبد. عيبد عابد؟ عابد. عابد فهمتك، نتشرفوا بيك عابد. انا اسمي ايه؟ كوبرا. عابد يا كوبرا كلي عابد. هاني قلت عابد شنو؟ بس كلي على حالي، قولي عابد. عابد يا عيوني يا عابد، يا روحي يا عابد. فاطمة بس روحك صاحبي، بس روحك. شنو هي هذه صاحبتك؟ بس عاد هبطوا الورد البنات. بالله صاحبي واكبس روحك، حط ساقيك في القاعة واكبس روحك واحكي بالبي. قالوا من جندوبة، قالوا من تونس. ويني نحكيوش الكيكة نحن في تونس هنا. بالله ورحمة عيشة بي والله مهسهس متعوضي. قديش عمرك؟ أنا عمري 29. أنت قديش عمرك؟ ما شاء الله 29. أنا عمري وش وركبة. قلت لك عليه هذه ليلى. انت اللي ما تقول ليلى. ممكن ليلى اشوف انت هون. يا ليلى ليلى دي وش ورقة. ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى. بالله تعالي هنا يا بالله. شو بالرجع عنده شب مشب؟ ها دخلوا له تويسه. جاني شو زفرت حرام. يا عابد انت شكون اللي علمك تونسي يا عابد؟ من كيس يمي. انا معاك لاي مكان. نعم أنت تحكي بالتونسية، لغة التونسية من زمان. تستخدمها في أي مطعم؟ من زمان. والله العظيم أنا راهي عرش اللي علمها لك. امشي دبا دبا يا قلبي مكتوب من فرقت لنا هبة. امشي فرقة. ما تحكي كثير برشا، بس تحكي لي اللغة التونسية شوية. ما انت جبت العيد. ماما باكستانية، ابويا باكستانية، انا وحدي من جندوبة. انت وحد؟ انت علاش اخترت جندوبة بالضبط عليه؟ ليه بس انا اول مرة بالحياتي لما افهم، لما اعرف تونس انا عارف الجندوبة. انا بالفيسبوك نعلمك تونسي مثلا. انا اول ما دخلت معاك البيست اش تقول لي؟ ما تقوليش ها انت كام؟ قول له واه وينك يا كوبرا سافا، وبرجله هكا قول هاني تراك يا قوي. يا بنتي اسمعني هذا التيك توك صح؟ لازم صوي لي المسخره شويه. الحمد لله انا راجل قوي. بالله لما عندك مارضي هاي راجل، شوف هيا انا جبد لك عيني. اوكي انت تجبد لي عينك انت؟ ليه يعني علم الراجل هو شوف مارتك مارتي انا نجبد لك عيني مال الراجل. خلينا نعلمك تونسي الصح، نعلمك التونسي الصح. اوكي ان شاء الله. انا راح في المدرسه اقول يا استاذ يلا تعلمني اللغه التونسيه. انا عندك واحده صديقتي كوبرا من تونس، هو شو ما تحكي اللغه الانجلي، بس تحكي لي اللغه شو التونسيه. بس انت تحكي اللغه الانجلي ولا لا؟ قديش عمرك انت يا بنتي؟ 29. بالله 29.
انت كم مش متزوج ولا مرتبط؟ بالله ما عنديش زوجي ولا ما عنديش كلب. ما عندك؟ ما عندكش حتى كلب معه؟ نورو شكرا مريم يعيشك بالله. لا تسلم لي والله، شي يحرقك ان شاء الله يا عابد وكها، والله شي يحرقك، شي يحسي ريقي بالله. انا قبل شفتك انت باللايف، انا بالله بدك جوله، بس الحين ما عنديش ناس معايا، الحين سكن عندك 11 نوس بالامارات. فهمتك، تشرفنا بيك يا عابد. انا كمان ما تسلي لي بجوله انا انت بعد مره ومره ثانيه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عابد. يلا شرفنا يا غالي، انا عامل الفولو بس فولو مي باك. اوكي 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 بيه يا عابد بيه يا بيه. تشكى هو عابد هو هس هسني البنات هس هسني. نحب وحدي دخلني هكا في الجو مان، علاش هكا؟ شكون هذا؟ ما هي عنا هذا انت عادي لؤي صراري علي لؤي. نشوفوه ايش بيحكي. دبر فيها انت ايش بيحكيها، انت دبر فيش بيحكي هك، ايش نعمل له؟ وين هاو علموه التوسي عجو علموه في الزغريت الراش عمنا رجال الزغرة فضحتونا قدام الناس. مرحبا. مرحب. شحوالك اخبارك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ والله الحمد لله الله يخليك. من وين اخويا علي؟ انا من العراق. نتشرفوا. يلا نزلين جولة. صدق الله العظيم. شبيك امين اخذوك بحي بعين امبارح ما طلعت معاكي جيست؟ امبارح بعد ما طلعت معايا جيست اخذوك بعين؟ لا انت امبارح بعد ما نزلتي من عندي. سبحان الله. بعد ما نزلتي انت من عندي بعد امبارح وطلعنا انا وياكي جيست زكري. اي بعد ما نزلت اي بعد ما نزلت من عندك بشي 10 دقائق جتني دعوه. الله هداني والله. يعني من بعد سبحان الله والله. انا دائما يقولوا لي انت حوريه، انت يقولوا لي ملك مك انسان، والله يقولوا لي انت ملك تمشي على رجليك سبحان الله. ان شاء الله ديما انا ديما نحاول اني نوعي الشباب وصلي يا امير. الحمد لله مهما كنت. لا لا بلشت من امبارح والله ولا كنت بصلي تون. ها عليك نور، ربي يتقبل منك يا امير. ما عادش تعري روحك يا امير قدام الناس خلاص. لا ما حتى الذهب وينه شلته؟ صحيت ذهب معناه فمش رجل تلبس ذهب. واضح اميره؟ واضح والقران راه ما يتحطش في اللايف، تنجم تسمع قران وحدك وتشتغل على حالك في اللايف عادي. طبعا مش تستقطب الناس، فهمت اميره؟ صح والله صح لسانك. عايشك انا ديما نخلي دائما الريحه من الذروه كي نتعدى على الناس، تعرفها الذروه؟ والله قلت لك امبارح ما انت نزلتي من عندي خلال 10 دقائق بعت لي شيخ والله واستحيت منه. انا شفت شكلونه لابس انت وطلعت معاكي قلت لي حكيتي لي البيس صح؟ وانا لبست الجاكيت معاكي تمام؟ انت نزلتي تمام من الجيس والله ما في خمس دقائق بعت لي شيخ اسمه عمر الكردي اردني تمام؟ بعت لي الجيس والله ما بعرف اطلع معه ما اطلع ما بعرف، يعني شلت ايدي على الدعوه وافقت تمام؟ يوم ما وافقت الدعوه تبعيته الجيس تمام؟ على السريع بدون ما يشوفني على السريع زدت حالي لبست على يعني لبست الشير هذا التيشيرت هون. هو قال لي انا هون بين خيالي عم بين هلا خيالي يبين ولا شايف خيالي انه من هون انه عملت تيشيرت. وجيت لهون على التليفون مقابله ولا حكى لي كنت يعني ما ياك لابس؟ قلت له هيك شيء. قلت له صراحه صح ما بدي عليك ما كنت لابس. وصراحه اعطاني كلمات وشغلات وهيك تمام. سالني على الصلاه قلت له بقطع انه ما وصل لي وقطع وهيك وكمان شاف الذهب لابس الذهب انا كنت لابس الذهب يعني صار عندي كذا منكر. يعني عن جد وهذا المنكر الرابع اللي انت داخله معايا تو انا منكر انا تو كمل طبعا ولا هون يعني كذا شغله انا صراحه يعني اغلاط يعني في عندي اغلاط والله. انا الصراحه يعني سمعت له يعني بيني وبينك انا ما احب الدين وما احب كلام الدين تمام. بنزل من عنده وبقول له مالك دخل او غيره اسوي معه مشكله مثالا
بس صراحة الحمد لله انه انا يعني ما انه اعرف ما في دين، ما امن بالدين، ولكن الحمد لله الله هداني على يده، والله الله هداني على يده، وصرت ابلش اصلي الحمد لله، قراءة القرآن يعني الحمد لله. الحمد لله يا أمير، الحمد لله، ربي يهديك أمير إن شاء الله، وديما تقعد تصلي وتسحق أي حاجة من أختك في الليل. أنا الكوبرا، أنا ما أشبه زيك، سكرت الموت هذي. هاي شبي هاش يا زع طبني شبيك بس روحك عاد اختار اللعبة ذي منحبوش را بارا أمير، إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله يباي. لا لا تعالي وين راح أديش بك، نندب بيك يعني ستر روحك لا صار أقسم بالله ستري روحه بنلعب معه، نندب بيك يعني طو حلوش يطو، مزلنا نسمع مزلنا نشوف. الله العظيم الله يشوف الدنيا يحكي بجد إن شاء الله لبيه. بالله عنوان البنات هدية أتت على يد الكوبرا بشه ربي. هذه هي العنوان، هذا هو اللي يجي من الأخر. قال له تعال، مش نتعال كيف فرحك فرعش خوي بر جايين نكلوا في العيش، احنا جايين نتاسسوا لهنا والله العظيم. ما تنقى شكونوا هذا تنقى يا رانينا، شكونوا هذا نشوفوا عنوان يذج. ايه طبعا حبيبتي طبعا اكيد شيء بالجوم الدموع. او ماي جاد كوريا بويا. I'm not Korean. How are you, my friend? I'm alright. How are you? I am fine, thank you. I think I know you. I think we've done a match, maybe. I don't know. I can't remember. Yes, my friend. How are you? Fine. I'm good. How are you? I am fire too. Thank you, my friend. You're on fire. الله يخليك عايشك. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. See you. Bye. Okay. Bye. حبي نابك. حبي وحبك في اسمي معلق. والله عظيم ما في شيء اقسم بالله كوبرا، والله ما في شيء اقسم بالله، بالعكس انا والله عظيم بعزك ومحترمي ما شاء الله عنك. يعني انا بحكي لك والله بعد ما نزلت من عندك خمس دقائق دعوه هي اللي تبعت الجيست هون وبعث لي الشيخ، والله عم احكي لك ما في مشكله. يعني انا جوله ونحكي في الموضوع هذا، يعني انت جولتي لي هذه راه مش جوله هذه. مزبوط كلامك والله. اخوي امير، هل انت يعني فرحان بهذه الخطوه الذي اخذتها؟ ماذا تنصح الشباب؟ والله صراحة أقول لك أنا كنت ساهي ما كنت، أنا هلق صراحة كأني هلق خلقان والله العظيم. أقول لك أنا واحد من الناس عندي ذنوب عندي معاصي، ولكن سبحان الله جتني هالرسالة تمام غيرت لي أشياء كثير. فهمتك. والله العظيم يعني صرت صلاة بوقتها، كنت ما أصلي خالص تعرفي، تقريبا صلي 6 شهور على طول طالع جسمي وعورتي مبينه تمام. مرات اوقف لابس البنطلون مثلا يبين شغلات في مرسم شيء هيك بجسمي حرام، هذا كلياته مشان ايش؟ انا الصراحه اعميت مشان المشاهده، بس مشان مجرد الرقم هذا الفوق مشانه. انا كم من الذنوب امبارح بعد ما فهمت من الشيخ كم شغله، انا كم من الذنوب عم احمل على رقبتي وعلى الناس عم تشاهدني، هذول كلهم راح اسال يوم القيامه عليهم واحد واحد، راح يشهدوا علي. صح يقول لك القرآن فيشهدوا يوم القيامة يشهدوا علينا ألسنهم وأرجلهم وأيديهم، فهذا كله راح يصير علي أنا. وأنا من النوع ليكي كوبرا، والله أنا من النوع الحافظ، أهلي كلهم صلوا يعبدوا الله وعطول معي أهلي وعسروا معي، أنا واحد الناس أهلي بيحكوا معي، أبوي يعني شوف جاي في مرات يطلع بيجي فوت شوية شوفني شارح ما بيقبل. فأنا يعني عن جد يعني امبارح جتني هالرسالة، والله فيني انا لو ما احب الدين والاسلام ما اقبل دعوته. ايوه صح والله العظيم انا فيني ارفض، هو بعث لي يعني فيني ارفض، ولكن بعث لي الدعوه والله العظيم كنت مشغل اغاني، شفت انت حاطط الدي جي وبوم بوم وهيك حاط الاغاني، بعث لي الدعوه كنت على السريع خلال 3 ثواني كنت مطفي الاغاني تمام وجلست على السريع، زدت حالي هون بعدت عن الكاميرا. ايه انا اول ما دخلت معك صراحه يعني لعبت معاك صحيح وكل شيء، ولكني قلت لبناتي بعد ما طلعت اللي انا جد يعني نفسي اني ننصحك، خاطر راهو يعني الحياه هذه كنا رايحين منها يا امير. صح وما هو دين فيها حدا حد يا امير.
مثل ما يموت شخص عمره 90 سنه يا امير، ينجم يموت شخص عمره 20 سنه 19 سنه يا امير. والله صحيح كلامك، الموت ما بيعرف يا علي، الموت ما بيعرف لا اعمار ولا شيء، ما بيعرف. نعم. والله ما بيعرف. نعم صحيح، نعم صحيح. فانا حبيت ننصحك ولكني خجلت، قلت البنات يعني بنات يعني صراحه انا ما دخلني، هو اكيد بيعرف راسه من سيس وسيس من راسه، ولكن سبحان الله شوف ربي سبحانه كيفاش هديك. صحيح والله، والله كلامك عليك نور. امير انت عيش حياتك. رابح، رابح، رابح كان موجود، الرابح إيه. إيه. حتى هو قال لي ليك انا إيه. رابح يعني كمان كان شاب ما شيء معروف ويعني ما شاء الله عنه يعني ضحك لي برغم تحديثك. شو قلتي؟ قل لك حاجه ميريكا خالي، هذاك لازم يجيو علماء في الفقه الديني ولازم يجيو اكبر الشيوخ في الدين باش يتهداك خالي، هذاك راه غلب عليه الامير راه. ان شاء الله ما اعتز، ان شاء الله على يد الشيخ يعني امبارح ان شاء الله ما اعتز، ولكن انا صراحه اخر فتره يعني كلست كثير، مثلا عندنا بالسور كلست يعني خالص خالص هسست استرت يعني ما عاد اطلع يعني ولا يعني ما عاد اسال عن شيء، ولكن تنعمت في الدنيا الحمد لله الله يحبني وجتني هالدعوه هاي، ما طول لسه بدايه طريقي تمام، بعدت رجعت على صلاتي على عبادتي احترامي، تعرفي من امبارح لليوم الحمد لله من فضل الله، تشوف الكومنتات عندي كله الله يثبتك ما شاء الله ما شاء الله وصلنا على النبي، ما كم من اشخاص كتبوا انا كتبت فيهم حسنات وكسبوا فيهم حسنات، مو احسن ما اكون انا كل مره كل الكومنتات على غلطان ومسبان، وانا بتعرف اذا واحد وقف عضلات وهالشغلات هاي ومبين شغلات فيه راح ياكل المسبات كثير ينسبوا هاي طبعا، ولكن في اشخاص نفس عندي باللايف كانوا يغلطوا علي وقال لك فاتوا هلا يعتذروا لي وبعتذر منهم وما شاء الله عنهم، يعني شوفي كانوا امبارح اوقات امبارح وقبله قبله يدخلوا نفس مثلا بيغلطوا، ولكن يوم شافوني انسان رجعت ديني حبوني. ما بحسوا يبخس فيا بهاك علي. ربي الله يسلمك يا رب، ليش عم اقول لك؟ الحمد لله الحمد لله ربنا يهدي من يشاء والله العظيم. قلت لك يعني انا بالاول بالاخير سبحان الله يعني حتى كنت لابس ذهب على فكره، انت شفتي الذهب 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 ايه والله حتى امبارح رميته. احسن علاش ترمي فيها؟ بعرفوا لي تونس علاش ترمي فيها؟ مو رمي يعني انه شلته شيله ما ترميش حرام. لا هذا انا لا حطيته هون عشان يشوفون انه ما البسن هلا ضلوا هيك خالص. اي لما ما تستحقوا بعثوا لي في البريد الالكتروني طنيخ. لا لا هذول يعني خلص هلا هذول كنت لابسه امبارح شفتها على قدامي. فهمتك، ربي يثبتك اخوي امير والله الله يثبتك ان شاء الله وربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله ديما مثل احسن امير. والله انا شفت عليه والله العظيم من قدامك انا بعزك وبحترمك والله، يعني حتى تو ما تنزلتي قلت له روح ابعثوا له خلي تبعثي دعوه والله العظيم يعني ما شاء الله انساني ما شاء الله عنك وفخر بتونس هيك طالع بنت والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك شكرا اخي في الوقت. يا باي اميره باي الله معك تبع حالك الله يخليك الله يخليك. الصوره برسمك الصوره هذيك اللي حطيتها انا حاجز هذاك الصوره دي. أنا صورة تعرف ال صورة البروفايل أي سومي ها عادية لابس 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 يعني. ديت ديت طويني كأنثى أنا أنثى شوف تصوير في الصالون قول واو ما عليك ديت وقت نحيا ذاك ذنب خلص إن شاء الله ذاك إن شاء الله الله يهدي الناس والله يهديكم يا جماعة وربي يوفقكم إن شاء الله. توبوا إلى الله توبوا توب الربي حبيبتي هاي فنان بحبس ويهدي الحمد لله يا ربي اني عندي ما شاء الله عندي تقريبا 3 سنين صلي على روحي جوي بي والحمد لله يا ربي ان الله يهدي من يشاء كما قال لك الاخ الحمد لله يا ربي. تشوفني شنو عاجز راني في اللايف راه ذاك كله تعيش في اللايف بس ترى ايوا قداش يا خليه يمسكني فرغ في قلبه وخيطه وين يراه اني في مقام خطوره حرام عليكم ماما علاش هكا وعاشقه عيون الكاحله عاشقه نحس في روحي حتى الهدايه بدات تجيني تو في اللايف توني ربي هديني في الدنيا ما في اللايف حسيت الهدايه بدات تجيني والله بينا تصلي عرفتك من اظافرك والله من اظافر عرفتيني صلي يا روحي انت عم بحب أظفر صليت حتى هو ما حبيبي
تجيبش اللي اضاف صليت. قاعد غادي ها شوف كونيكسيون كنيس لا سيدي ذكري كنيس. شفتوا يا جماعه كي نبدا ندخلوا مع العشوائي مع ناس مهسسه يولي العشوائي كله جينا ناس مهسسه. توا رفريش 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 حاجه يجيك عبدك فيه جو فيه في ما تلعب معاه تهسيس الزمن. اي والله علوش شكون هذا بوكا احلى يشو بكره احلى نار على الخاي بابيح بابيح يجيني عم بابيح. يا راك تعوج ان شاء الله راك تعوج بيه اش فمش صار عم ببيح شبيك عم ببيح بحبح ساعدك معوج يا شومي محمد حمدي تحس اسمه فني هذا نعرفش عليه. تعال شبيكي بيا انت يا حبي ما فيش حاجة تيجي كده اهدى حبيبي كده اهدى. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام يا كوبرا عاملة ايه؟ والله الحمد لله الله يخليك انت عامل ايه؟ نور الدنيا كلها الله يخليك نورك يا غالي. نلعب جولة ولا ايه؟ طيب لما نلعب جولة حنحكي مع بعض ولا حتحجرني؟ هت ايه؟ حتحجرني يعني مش حتحكي معايا خاطر انا نحب لما ندخل في جولات نحب نحكي وهذرب. اكيد طبعا نحكي نحكي اللي انت عايزاه. الله يخليك يا محمد. ايش تعمل يا محمد في الحياة؟ تعني نحي اشتغل وكده. تشتغل عادي تقولنا شان تشتغل ولا مش عادي؟ عادي ايه؟ عادي تقولنا ايش تشتغل؟ ايوه طبعا امال احنا عايشين ليه عشان نشتغل. فهمتك ما فهمتش السؤال يا ما مش مشكل. كم عمرك؟ 27. ما شاء الله لستك صغير ما شاء الله. ما اكيد متجوز وعندك اطفال هكا. لا والله ما اتجوزتش لسه. يا شوم يا محمد والله لسه. وشان اغاني الزم ذي يا محمد نحي علينا الاغاني يا محمد. ادعي لي كده ادعي لي ربنا يكرمني كده واتجوز ده نحينا الاغاني الزم ذي الايه اغاني الزم. اغاني الزم شل الاغاني الزم احنا حنضحك وحنعمل اجواء. ادعي يا محمد مالها بس مالها؟ شو معناها مالها؟ دي رحمة محسن اللي بتغني. رحمة محسن نعرفها مشهورة عنا في الجزائر. لا مش في الجزائر ده مصرية. ايوه مشهورة عنا في الجزائر شنو معنى؟ ايوه ايوه هي مشهورة نعرفها بيش اذا مش عارفني فيها عجبكش. انت محتواكي ايه على البرنامج هنا؟ انا محتوية طبخ. طبخ ما شاء الله حلو حلو كويس قوي يعني. بطبخ البامية بطبخ الفاصوليا بطبخ البطن محشي نعمل برشا حاجات ما شاء الله علي يعني فنانة في الطبخ يا محمد. أهم حاجة المحشي بس. أهم حاجة المحشي ماله بالطبيعة الله خير عاد. ده أهم حاجة. شاطرة يعني في الطبيخ يعني بتاعك؟ طبعا احنا ما عندناش بنت ما تعرفش تطبخ راهو في تونس راهو يا محمد. في تونس؟ ما شاء الله. هاي شفت المغنية مشهورة يعني بيعلموهم من صغرهم بيعلموهم من صغرهم يعني صح؟ ايوه صح طبعا عندنا العصبين تعلموه من صغر العصبين يا محمد. فهمت؟ وعندكم مثلا عندنا في تونس عيب بنت تعرفش تطبخ كل بنت تونس تعرف تطبخ مستحيل تلاقي تونسي ما تعرفش تطبخ. مستحيل؟ مستحيل بس اكيد فيه مستحيل نقول لك مستحيل عاد محمد. عندنا احنا في كتير ما بيعرفوش يطبخوا عادي. لا نحن لا نحن لا نحن غير صح؟ نحن غير طبعا نحن غير. الله خير عاد. وانت عندك كم سنه بقى؟ والله انا عندي 25 سنه. ما شاء الله عليك 25 شو معنى؟ محمد شبيك يا محمد؟ للايه؟ انت شبيك شبيك تحسك هكا في حاجه مزعلاك عندك دموع في عيونك تحب تقول حاجه؟ لا والله لا ما فيش اي حاجه خالص والله حاسس فيها غصه زف العدوش الغصه في قلبك. ايش فما غصه في قلبك يا محمد فما حاجه؟ الاضاءه عندي وحشه بس والله. مش دخل الغصه في القلب في الاضاءه مش فاهمه عشان ما نمتش كويس بس سهران. وقتش تشتغل انت الصبح؟ شغال في شركه سياحه.
ربي ليه؟ مع انا يعني اي على اي ساعة؟ الصبح 8؟ يعني ملهاش ملهاش وقت معين. فهمتك ملهاش وقت معين، في اي وقت ممكن اروح عادي. على حسب ما يطلبوني بروح يعني، فاهمة؟ ايوه فاهمة. مش ميعاد معين وكده يعني. لا بس حلو القصة بتاعت شعري دي، حلوة أوي القصة دي. يا عايشك الله يخليك، حتى انت زاد قصة. لا لا عسلية عسلية ما شاء الله. حتى انت زاد، انا عسل وانت شهد يا غالي. أنا شهد؟ لا ده أنت الشهد كله. مال انت النحلة. الله يخليك يا عايشك. استنى كده، أنت اسمك إيه صح؟ إيه ولا اسمك إيه؟ ايوه اسمي ايه. ايوه إيه. حلو الاسم ده، اسم جديد عايشك. أول مرة أسمعه بصراحة. اسم ديك؟ اسم جديد أول مرة أسمعه. اسم جديد يا عايشة. كام اسم ذي موجود إلا في تونس يعني؟ مشهور الاسم ده عندك؟ مشهورة مشهورة محمد، بالله مواضيع الزمن اللي نحكي فيها أنا وياك. طب والله قلت المواضيع محمد، ومن حياتي ندخل مع راجل مش بدي مواضيع الواحد ينجم يحكي فيها ويتحاور فيها. محمد ما فهمتش أنا، هل إنه المشكل منكم أنتم رجال توا ما عادش عندكم ما تحكي، ولا مشكلة من إحنا اللي بنصحح بلاط؟ انت عايز تحكي عن ايه بس؟ في ايه؟ ما اعرفش احد. انت هو ما شاء الله عليك الراجل، ولازمك تجيب المواضيع مش اني. لا انت كنت بتقولي عايز اسألك عن حاجة تقريبا، ما صح ليش ولا نسيتي؟ نسيت. ايوه عليك نور نسيت. ايوه حاولي تفتكري. طيب حاولي تفتكري. مش عاوزة. مش عاوزة ليه بقى؟ كده كده ما ينفعش. لا حاولي 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 يا جماعة، ساعدوها يا جماعة تفتكر. يا كل حاجة حلوة فيا. ايه ده انت بتغني كمان؟ ما شاء الله عليك، يعني بتطبخ وبتغني؟ بطبخ وبغني. ايوه لا حلو حلو قوي، حلو قوي الكلام ده، جميل. عايشك الله يخليك الله يخليك. عندك عندك كذا موهبة ما شاء الله. رقاصة مشتغلة. اي يا محمد الله يخليك. ايوه باي. بالله بجاه ربي يسكتوا لي بالله، ليه يعني مع شكون نلعب انت هسه سوفيا؟ طب ها واحد تاب الربي، ها باش ندخل نلعب معاه في بالي باش نشال العوينات، قال لك توبت الربي اش نعمل له واني ها تاب. بالله اختاني انت زاد عاشور، بالله يجعل لحظة عاشور وينك؟ ايجا عاشور خرجني من مود الزفتان. براس ميمتك عاشور راني فادة جيلقة مخنوقة، عملنا جو برحمة والديك ورحمة والديك. أنا مصري وغلاوة أمي وأمك أنا مصري والله بالراحة شلفها. ماني طوم عصبة عاشور، قلت لي عصبتني طوم عصبة. مين اللي عصبك؟ لا الله يهدي وكاو اللي عصبني. انتوا بتعصبوا الكوبرا ليه يا جدعان؟ ايوه على الشاشة، على الشاشة، على الشاشة. تكبيس تكبيس، هم عددهم 600 اكبر مننا بكتير. على الشاشة بتقول ايه يا كوبرا؟ قلت لك انت احتفلت بال 100,000. فانت دلوقتي هتيجي بقى تحزنوني على ال 100,000؟ علي نحزنوا فيك؟ عملت كيكة؟ عملت الكيكة؟ ايوه. ما اشتريتش كيكة يعني؟ لا لسه، هنزل كمان شوية اشتريها. يا شومي مالك كيفاش احتفلت؟ ما فهمتش الايه؟ انت ازاي احتفلت يعني؟ احتفلنا ازاي؟ كنا مشغلين مزيكا وقلبين الدنيا جامد، وكلنا بقى ايه، اللي بيبعت اسد ماشي، اللي بيبعت اسد تاني ماشي، فاهمه كده يعني. يا اصايل قديش عمرك عاشور؟ الايه قديش عمرك؟ تديني كام سنه يا كوبرا؟ كوبرا خليني بس الاول اعرفك بنفسي. انا اسمي عاشور، انا اخصائي نفسي اصلا، تمام؟ انا بعمل شورت كونتنت كده، بتكلم فيه عن سلوكيات الناس عموما، او بعبر عن اللي جوه الناس يعني، تمام؟ وفي نفس الوقت انا بميك حاجه اسمها اونلاين سيرابي، بنطلع انا والشباب بنتكلم في المشاكل اللي موجوده عندنا في حياتنا، بنبتدي بقى ننور الطريق لبعض، وعيله كده قاعده بتدردش مع بعض. عادي تتشخص لي حالتي؟ نشخص لك حالتك. يا سلام، بس مش قدام الناس. لا احب قدام الناس، نحب ضحكتي بقلاقل قدام الناس. يلا اتفضل. طيب ما انا عشان اشخص لك حل الكوبرا. حاضر حاضر. قول لي قول لي اعطيني بص اعطيني اكل. عندك
بصي بصي يا كوبري، هو مبدئيا مفيش حاجه اسمها ان انا اول ما اشوف بني ادم اقدر احلله يعني، بس خليني اقول لك على قدر العصبيه اللي انت ممكن تكوني فيها بعض الاوقات، الا ان انت فيكي كده حته حلوه وحنينه وطفوليه قوي يعني. ايوه ايه تاني؟ انبسطت يعني؟ ماشي. ايوه ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايوه وزي القمر قاعده قدامي ايه؟ يكمل عادي يا عاشور، توكل طمعتنا وخليتنا. ايوه هي عصبيه جدا انا عارف، بس بجد وهي هاديه هي جواها طفله حرفيا، انا متيقن من ده. يعني لو حد بجد عرف مفتاحها هتلاقوها بجد جميله قوي وبتتعامل عادي قوي، بس اللي يعرف يتعامل معاها يعني ليها مفاتيح معينه يعني. لكن لو عصبتوها هتولع لكم فينا وفي اللايف وفي كل حاجه يعني. عصبيتي مهسستني عفوا، بس خليني اغني حاجه لحرف الايد لانه المفتاح عند حرف الايد. حبيبي لا يوقف لا يوقف، ودوا المهم شعليني. هبه بتقول لي دايما بتضربكم يا شومي، انا نضرب فيهم عليه وخاي؟ مستحيل، ان بنيتي ذوكم ما بنيتي مستحيل نضربهم. صلي على النبي، قلت توليش عاد كل حاجه تطبق. لا يا برايس ولا اي حاجه ولا اي حاجه، اخواتي اخواتي اخواتي. ده هبه بتقول ان انت بتعذبيهم يا بت. ما نعرفيش هبه اصلا، هي مندسه، انا ما نعرفيش مندسه صح؟ مندسه ما نعرفيش. انا مصدقك. هبه يا مندسه جايه تفتني على كوبرا؟ والله العظيم ما اللي قلت، وانت صح يا عاشور، ما قسما بالله كلامك صح، وهذيك هبه قاعده تهزز عليك من الصباح واحده. قسما بالله انا بحب تونس. الله يخليك، عايشك عايشك، حتى تونس تحبكم راه. تسلمولي عايشك، احليك واحنا عزينك واحنا عينك. مخطوبه لكسير؟ ما انت مخطوبه لكسير؟ صلي على النبي، ليش انا بضاعه؟ لا طبعا يا قلبي العفو، مين يقدر يقول عنك كده العفو؟ عيب والله عيب قال كلام هذا في اتجاه انثى مثلي يعني. ده بنت من عندك داخله تقول لي كده؟ ده على فكره دي نفسنا منك. ما نتشرفش بها، ما نتشرفش بها، ما هيش بنتي. مش بنتك صح؟ ما نعرفهاش. بيقولوا لي ان انت مخطوبه لشخص برازيلي. ايوه المعلومه دي صح. يا قفاز البنات، قفاز حاسس القفاز، شكون عنده قلب نزل في القفاز انت حاسسه؟ اي بس قالوا لك ايه؟ قالوا لك ايه؟ القفاز ما اشتغلش يبان. حبيبتي شكرا بحب. ايوه قالوا لك ايه كمان؟ قل لي. بيقولوا لي ان اسمه فيتن. يبان بحب. ايوه صح، بس هو يعني بيتعذب من يعني من عصبيتي راه صراحة، ولد الناس. مش نكذب عليك، ما نكذبش عليك. وإيمان بتقول لي، إيمان بتقول لي إن أنت مرتبطة بواحد تاني تركي اسمه فيرات. أيوه. وفي واحد تاني تالت مخطوبة له اسمه أمير السوري. لا أمير سوريا، لا أمير سوري كنت طبعا. لا خلاص يعني فركشته؟ فركشنا فيتين وفيرات صح. طيب ممكن تحطي في الليست عاشور المصري؟ يا شومي يا عاشور، يتصلي عليني شريك عاشور يا شومي، هكا عاشور تخيلي كيك. انا سهله المنال، مش انا تعرف الاغنيه اللي تمشي على شنيا يا صعبه المنال؟ شفت هذيك تمشي علي انا. انت تعرف فيتين يوم متعذب لحتى انا رضيت عليه، ولا كفيرات المعالجه ذاك المهزز، ولا كفيرات ازاي؟ عشان احكي لك حكايه فيرات، شو اللي ممثل مشهور في تركيا، فمش نعمل له بلوك. انا مصري، انا مصري، هفهم ازاي انا؟ ونعرف ايوه نعرف فهمت هكا. هاو حاسين هذوما هما الزوز هذوكم صراحه، نعزهم ومحلاهم. خطبوني قدام الناس صراحه، قدام الناس، ووافقت انا وبناتي، راهو انا بناخو اي خطوه الا مع بناتي فهمت. والحمد لله وربي ان شاء الله يوصل سالم يا عاشور فهمت. انت كويسه؟ والله الحمد لله. طب ايه تشخص حالتي بقى بعد التعيج هذا؟ لا لو بجد، إيه لو بجد والله العظيم يعني عايزه تتكلمي في علم النفس، او عايزه تشخصي حالها بتاع، احنا لازم بجد نتكلم مع بعض، بنعرف حياه كوبرا اصلا عامله ازاي، الهيستوري بتاع الماضي بتاعها عامل ازاي، بنعرف تفاصيل الحاضر عشان نقدر نوصل للمستقبل، فبيبقى في حاجات كتير.
بيقولوا لي ان انت محاميه وعلى كده محاميه شاطره. عاشور الماضي ليه عاشور؟ ماله الماضي مؤلم؟ ها مؤلم مش مؤلم كده. بقول لك بيقولوا لي ان هم موافقين على خطوبتنا. انت لا 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 بس خدي بالك من حاجه، انا هيبقى عندي مشكله. انت مخطوبه لواحد تايلاندي؟ ليه هذا كلامها مش هي هو لا ما بص بقى لو فيهم واحد تايلاندي لا بصراحه انا مش هدخل الليست دي. على اساس انا مش هدخل اذا كان هو تايلاندي. البرازيلي والتركي والمصري ماشي، لكن تايلاندي لا ما ينفعش. ادي تايلاندي انا عارفه ما ينفعش. انا عارف قبل ما تقول لي انت، انا عارفه اللي هو ما ينفعش. عنده مين في حياته؟ عنده مهزهز مع مين في حياته؟ اسمه ماكس. انا ماكس بتاعي. اسمه طيب اسمه ماندو. صاحبه كلب سمي فيه ماكس. انت ماندو؟ لا ماندو ذاك صديقي، ذاك مصري متجوز. انت مخطوبه لواحد مصري وعايز تخطب؟ انا اخطبه واحنا الاثنين هنتخطب ازاي؟ والله العظيم اني مخطوبته راجل متجوز صلي على النبي عنده بنتين. ما هم بيقولوا لي اهو هو بيدلق نفسه على عليا، بس انا مش عطيته وش خاطره متزوج. وهات انت ابن بلد وقول له يضب نفسه احسن من يضبه بالقانون. والله انت دلوقتي خطيبتي، عارفه انا هعمل فيك ايه لو خليتي راجل غيري؟ هاجي على اللايف. عاود 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 بالله عاودها عدها عدها. بقول لك انت دلوقتي خطيبتي، عارفه لو كلمت راجل غيري هعمل فيك ايه؟ لا حاجة علقك. وشو هيعلقني يا بني؟ شو حبيت نحبني العصبيه. لا استنيني بقى، مين تروي خطيبك المصري ده كمان؟ والله هو زاد كمان. طب انا كل وحش ادخل نبرر له. طب شو الحاله هذه البنات؟ والله فضحتوني اقسم بالله. هو كمان بيدلق نفسه عليا بس انا مش عطيتوش. طب ابقى اشوف حد بيطلق تاني بقى يا كوبر. انا خاطيني اني راه هم كلهم. يلا على جوه. شنو على جوه ليه عاد؟ جوه يشومي تيزي يا عاشور عاد. تيزي عاد عاشور. شنو هذه من اول جوله وليت تهسس انت هالليله الزرقاء؟ لا انا بهزر. ما هي تبدا بهزار، ما هي تبدا مثل ما بدا فيتين بهزار، ومثل ما بدا فيرات بهزار، ومثل ما بدا في شو اسمه مندو بهزار، وتروي بهزار، ولسه لسه طويله بهزار. ما هي تبدا بهزار بعدين يا لهوي، بعدين يا لا لهوي. لا هم هزار. انا بجد خلاص انا خلصت. انت خلصت معناها فهمتك. اتو نخمم ونقول لك ايه؟ افكر واقول لك. تفكري في مين؟ تفكري ده ما بيترفضش، ده ينفع يترفض؟ عاشق الشخصية النرجسية البنين. جوي وأجوي جوي وأجوي. خلاص أنا مش موافقة. ما ينفعش يترفض ده. هاي هاي قلت لك حتى نزل ديزي عاد عاشو. لا رد بالك عندي بنت راه مهسسين. راه خلينا راي أنت مر. أنا إيه؟ طبط. لا هيا بيه إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يجيب لك بنت لحليل إن شاء الله يا رب. يا رب تصير نرجسي يوم بعد يوم أكثر. لا انت محتاجه تدخلي البروفايل عندي هتعرفي بقى انا مين. يشومي مش هتطلعي من البروفايل يا كوبر. حبيت الشخصيه القويه، شفت كيفاش عنده ثقه في نفسه. حبيت والله ما هتطلعي من البروفايل. يشومي طب ادخلي البروفايل. طب انا اقول لك على حاجه، خلي حد من الفولورز عندك يدخل عندي على البروفايل ويبص. بص لو لقوني حلو يجوا يقولوا لك عاشور طلع حلو، ايه رايك؟ امشوا يبصوا. لا امشوا بصوا البنات بره، كل واحدة فيكم تبص وتشوفني الوضع. استنيني يا يمشي ويقولوا لي يلا ادخلوا شوفوا، ادخلوا شوفوا وقولوا لي. يعني انتوا شوفوا وقولوا لي. لحظة بالله خاطر تعرف العملية. لقيتي ايه يا هبة؟ قولي لها يا هبة. حكي عليها يا بنت. هزه سيده ولا حاجه. كملوا خلي كملوا. لحظه هي محتواها كوميدي كله اللي تقوله فيه مسح اكيد طبعا. ما انا عارف. لا المتابعين عندي ما بيحكموش على حد، ما بيفسروش اي حاجه غلط. تحب اقول لك الصراحه ولا تحب نكذب عليك؟ لا انا بحب الصراحه قوي بصراحه. مشاو بصوا قالوا لي ليه. بصوا قالوا لك ايه؟ قالوا لي ليه. ليه ايه؟ قالوا لي ليه معناه؟ قالوا لي ليه كذا؟ انا نقول لك اللي هم قالوه بس. ماشي قول. قالوا لي ليه؟ قالوا لي لا. لا 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 على ايه؟ مش عارفه، ممكن على محتواك. مش عارف دول بيعملوا لي فولو.
هو قالوا لي تحكي على قالوا لي تحكي على الخزلين صح؟ على ايه؟ على الخزلين ده. اه في فعلا فيديو عن الخزلان. اسمعني طب بعتلي اني بعد اللايف بنمشي نعمل قهوه نمشي نبص في راحتي في البروفايل بتاعك اتو نشوف الامور والاجواء ونقول لك انا بعد بكره نقول لك. موافق. خاطر كما قال الشاعر يجب عليك التطلع على شيء ولا تبعث اشخاص يتطلعون علي. موافق. موافق. بس لحظه نجيب واحده اسمها نور غربي. اسمعني حاول انك تخانق معاها وقلها شخصيتك نرجسيه ومريضه ومعقده نفسيا. ماشي. السلام. باركم. ازيك يا نور؟ ازيك عاشور؟ عامله ايه؟ ازيك يا ابيشا؟ ابسيس. نور. وي. انا محطوط في موقف وحش قوي. شو هو؟ انا حد قال ان انت شخصيه نرجسيه. ما تكون كان كوبرا قالت لك كذا. ما فما حتى حد نجم يقول لك بخلاف كوبرا ديما هكا ايه نبدا لفوق وهي ديما تحب تهبطني لفوق. لا 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 نور ما اعتقدش ان هي نرجسيه. نور العاليه الوحيده اللي طلعت نور هي فوق السطوح. غير فوق السطوح ما عندها وانت على اكثر. والله حتى انت بخلاف بيتك ما تنجمي تطلعي وين على اقل بلاصه. عندك حد بيتك حد بيتك اموري. اه نرجسيه منتس اخي واش قلت لك معش تقولها يا نور. يا نور في بالك الاخ عاشور استاذ يا جاهلة يا متخلفة استاذ ودكتور هذا في علم النفس نجم يحللك شخصيتك انت تو ما شاء الله عليك حتى تعرفي كده الدكاترة. شوف لي شخصيتي بالله عليك. برج القوس 5/12/2002 نور هي الغربي. لا يا حبيبتي انت كده محتاجة منجم مش محتاجة اخصائي نفسي. ما قلت لي حل شخصية روحها خاصة رجل. قلت لك دكتور ما قلت لك شي عم بلا برا بضحني قدام. ما حل خاصة انا حل خاصة سامحنا بالله مصحة فيه سامحنا. هي تحكي يعني شخصية خصوصية يا مصحة فيكو معاني. هي مش عصبية والله لا عمل لك فرنسي تمام. عشور حللي شخصيتي باي. اوكي هحلل لك شخصيتك وانا لسه شايفك ازاي. انا مش عالم روحانيات انا اخصائي نفسي. اوكي عاشور انت طوى شايفني راح انزل وبعدين راح ابعث الكوبرا راح اعمل لك اضافه انا طوى بتعاود تشوفني مره ثانيه فهمت قولي شوفني مرتين هيك تحللي شخصيتي. اوكي هاني راح ارجع. اتفقنا. سامحني راح اسمعني راح خارجه من الاعداد انا عارفه اني كده اقسم بالله عله هالمي مجنونه اميه يلا غالب اميه نحن مثقفا نحاول ان نهديو شويه بعدين قولها امي تقول لك كيف تقول لي امي ما ناناش ايش بدنا نعملون. ازيك يا نور؟ ازيك يا عاشور كيفك شو اخبارك؟ مش باينه ليه؟ والله ماني انحضرت في حسابي الاول. والله وحشاني جدا بقالي كتير قوي عمال اسال عنك. والله كتشوف ايه نتوحشك قد ما مشى الكلب حفيه. هاي حلل اي حاجه عشان تفضحنيش. بما اني شفتك المره الثانيه ابدا احلل يعني يا كوبرا. ها شبيك يا نور؟ قل لي هي على طول ما توخريش. نور بقول لك ايه يا نور؟ قل لي عاشور هو انت في ايه مضايقك دلوقتي في الفتره اللي انت فيها؟ بس حاجه مضايقاكي قوي يعني. اه قوي يا نور قلت لك ولا ايه؟ ايش قلت لك يا نور؟ جيت قلت لك قبله هو قلت لك شبيك هالفترة هذه مهسه. اي صحيح. طب بقول لك يا نور بتعيطي ليه؟ شو يعني بتعيطي؟ يعني بسيحه؟ بتبكي ليه؟ لا والله ليا كثير ما بكيت يعني خالص؟ والله خالص ليا كثير ما بكيت. امال ايه اللي مضايقك في الفترة اللي انت فيها دي؟ عادي خلاص بعدين ودي يفضحها ودي يفضحها تموت على المضايع. قول عادي 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 عاشور احكي عادي يعني انا عادي يعني بحكي كل شيء للربع تبعي عادي يعني. تيجي نلعب جوله نلعب ثلاثي باش نفهموا نحن الدكاتره في بعض. يلا نلعب ثلاثي يلا نلعب ثلاثي. دخلك كوبرا انت في الدكاتره ارمي نفسك العب بالظبط. يلا نور احكي لي يا نور مالك يا نور؟ ليه في حاجة يعني هيك فهمت حاجة
ليه عادي ماني يعني بقول لك انا شو الحب يا صاحبي ولا ايه الحب ولا ليه ما عندي مع الحب ليه الحب اخر شيء يعني بخمم فيه في الوقت الحالي يعني نقول تمام طب ليش تقولي برص انت غير تحب تسمع صوتك راك في الجوله تاع وقول لا يقول اني هذه وعندي عليها شيء ونعرف ساره قاعده تحس الفتره هذه مسيكنا راي نفسيتها تعبه تبيس يا جدعان التكبيس يا جدعان التكبيس ما ينفعش احنا اقل اسبوع بعثها جمله واحده اللي هي بالتكبيس وبعثها طب بعثني شيطه عاشور ايه يا كبر مش تحكي لنا على هالفرخه هذه ولا مش ايه الفرخه يعني القطوطه دي حتحكي لنا عليها ولا ايه يا بنتي الفرخه عندهم دجاجه هي محشيه راي بالروز يا اما الفرخه عندك تسخر لي في قيمتي قدام الراجل تعجبتك راسك لابسه باروكه ما سرقتها من عند مماتك نور ليش تشبيك تعمل هكا تشبيك حتى نجوم وراك وش عليك قاعدة في السماء وانت في الوطار اللي مازلت عندك في التيك توك باش نطيح حالك على الاقل مازال عندي شوية انت ما عادش عندك حصل عليك نلحق عيني نشرم ولا خف على عدمها ديجا شرمتك عينك ديجا احنا بنخسر احنا بنخسر احنا بنخسر بنيت البصمة بنيت من الحلوة اي 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 عاشور عاد انتحني فرخة في تونس يعني ايه يعني زي الله لا تربحك لو كيفش نفسرها له فرخة يعني يعني بنت الدقيقة دي الفرخة دي الصفرة ميو ميو مش ميو مش بيع زي يعني مصر عندكم الدقيقة كتكوت ايه رورو كتكوت ايوه كتكوت يلا 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 50 برايت دورارتس يا برايت دورارتس لبنيت دورارتس لبنيت دورارتس دمار يا اخويا دورارتس نقولهم دورارتس دورارتس يا عاشور يا اخويا بكمل انتحلي شخصيتي واحكي لي عاد يا وخي طب اقول لك على حاجه بجد والله يا نور انت شخص بيتاثر بشكل قوي وبتباني ان انت الله اكبر عليكي اسد واقف على الارض مش فارق معاه بلاش عشان صدقيني بتضري نفسك في الاول وفي الاخير لو ما حسستيش الناس بان انت فيكي شيء مثلا هيفضلوا شايفينك ان انت جامده وواقفه على رجلك والحياه تمام ايه حاجه بيه انك ما تظهرش للناس يعني انت دايما بتحب تباني في صورة الشخص القوي محدش عارف يكسره بس هي من جواها تعبانة بجد يعني بالطبع عادي معناها واحد لازم معناها كي مش يحس بشي ما يبقون لا مش عادي جيد. مش عادي يا برايت مش عادي لان امار يا اخواتي مش عادي يا نور عشان مش طبيعي دايما اخواتي يا جدعان مش عادي يا نور عشان كل ما الناس شافتنا اقوياء ما حدش هيهتم احنا جوانا ايه ما حدش هيفهم اصلا احنا جوانا ايه عادي شو عاشور رجع نقول لك انا اصلا مانيش محتاجه للعبيد انا مش عارف شنو اللي في جوايا مش ايه انا مانيش نستنى في العبيد انها باش تعرف شنو اللي في جوايا يعني فهمت ايوه فاهمك انا فاهم ده ما هي دي ما هو ده اللي انا اصلا بقول لك عليه يا ملوك ما ده اصلا ده صلب اللي انا بكلمك فيه فاهم حاجه ما احنا مش عايشين لوحدنا يا نور واللي فات فكك منه خلاص هو فات بالطبع فات بس خلاص فتعالي يلا بينا على جديد بقى عادي نسال سؤال اش دخلك برص امك شنو بعثك ان شاء الله جيبت لك ناس مثقفين جبته لك هذا يعلم ربي بحالي من جبته اخي الدكتور عاشور هل انا شخصيتي مبين اني قويه وانا يعني من برا هالله هالله من جوا يعلم الله ولا مبين اني قويه وفعلا انا قويه مين معاكو فاز احنا هنخسر بعثها جمله يلا يا عاشور جاوبني بتقول ايه يا كوبرا وانا يعني ابان اني قويه ومن جوه قويه ولا ابان اني قويه ومن جوه مش قويه من جوه طفله انت تباني ان انت ست قادره وانت ست قادره انا ستهم انا فيهم كلهم وكي نقدر نعملها راني
جامد جامد. يروح شام الحملة. يا هو من حيت قدرات وقدرات، انت مش تموتي كي اي يد جاء كوبرا راكي. بقول لكم انتوا الساعة كام عندكم دلوقتي؟ الساعة 10 بالليل. الساعة 10؟ أنا عندي 11. بكرة هتفتحوا الساعة كام؟ نفتح أنا أفتح الساعة 9. 9 يعني عندي 8 صح؟ وأنت يا نور؟ أنا 9 ونص. A1؟ A1؟ وشكوا حلو عليا، وصلنا A1. A3 أنا هاني جيتك، استنيني في A1 لا تروح. يلا وأنت يا نور؟ انا هوني في 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 الديوان، اما في الكونت في الاكونت تبعي. يلا هاخدك معايا، هاخدك معايا، هاخدك معايا. اعمل فتله، اعمل بصه في الحساب بتاعي وشوف شوف شخصيتي معني وحللي ويجيني غدوه قول لي. ماشي وهكلمكم. واعمل بصه بكره احنا سوا. بص زاده في حساب نور. مو ماشي احنا احنا بكره مع بعض. رد بالك تبص في حسابي هذا، بص في حسابي. احنا بكره نلعب مع. انت بتفتحي كام يا نور قلتي لي؟ 9 ونص. تعالى 9 ونص يعني 8 ونص عندي. 8 ونص اتفقنا، اشوفك بكره. ربي يفضلك يا غالي، ربي يفضلك. باي باي باي. ايوه عمل لنا سكرين شوت، شوف شبحنا مش هبطنا في التليجرام. نور شكونهم يا اخي شيرين وهذه او اوسو ولا اوسو اوسو تاج راسك هذاك اوسو شكون ناس ماشي هي اللي يعطيك فضحه ان شاء الله فضحتنا قدام. ما نعرفهمش والله، انا نعرفهم بالحق اول مره نشوفهم. ما نعرفهمش. شيرين بيوتي ما تعرفيش؟ هي شيرين بيوتي ما نعرفيش. قلت لي اختها تعاركت مع نور ستارز. نارين نارين تعاركت هي ونور ستارز، تو عندها حكايه 3 سنين هيك. بالله تقول نور حسين وتخطبوا طلعوا يحبوا بعضهم وتخطبوا وكا هو بكي على همك. اي علاش علاش عملوا هذا الكل معناها فهمت؟ خاطر ما شاء الله معناها ريت الفيديو بسم الله ما شاء الله كيفاش عمل الفازة تقتل. اي شنو معناها الفازة كيفاش ديجا عملت ما شاء الله كيفاش حكاو وكيفاش بالحق ما شاء الله. اما شكون بالحق ما نعرفهمش. تعرف اني اللقطه هذيك بكيت عليها خاطر وقتها صارت لي مع الاكس نتاعي، وقتها هزني البوجافر وعمل لي نفس اللقطه، تذكرت الاكس نتاعي نفس اللقطه تعاودت لي اميره. اي طيشك بالبحر نتذكرها. عمل لي خط مكيك هبط لي على كوبا ونص، قلت له انا مش ما نقبلش ومشيت.